يعني ايه يا سيف؟ تجيبني لغايه هنا وتسيبني لوحدي وتمشي؟ اوعي تقولي كده، كل حاجه زي ما هي. انا اروح مسافه السكه وهرجع، بدل ما يبقى غدا يبقى عشاء، والعشاء هرضي السموع وانا وعدتك بقى بالرومانسيه. سيبني اظبط كل حاجه عشان خاطري. ايوه سيف، انت فين؟ قلقتيني عليك طول الليل. في حاجه يا سام؟ انت سايبني لوحدي طول الليل. سام انا عندي شغل مهم جدا، لما اخلص هكلمك. استنى هنا، بقولك انا لوحدي. وانا بقولك لما اخلص هكلمك. بس انت يا سمر زي ما انت ما اتغيرتيش، طول عمرك هوائي. يا سلام، بس انت بقى اتغيرتي. هلو يا حبيبتي. هلو، زيك؟ هاي عمرو جوزي، دي بقى سهام صاحبتي وجارتي وحبيبتي من ايام المدرسه. اهلا بيكي، اتشرفنا. الف مبروك لو انا متاخره شويه، بس معلش. شكرا. ميرسي. ايه يا حبيبي، جبت حركات؟ طبعا، وانا اقدر انساكي؟ جايب لك حاجه جامده موت. اتفضلي يا ستي. انا حلوة قوي. خلاص اوكي، باي باي. وشك حلو عليا قوي يا سهام، الحركات المرة دي اصلي بصحيح. حركات؟ حركات ايه؟ انتي مش عارفة دي ايه؟ لا طبعا معرفش دي ايه. دي بقى يا ستي اللي بتعمل شقلبظات في الدماغ وبتهون على الواحدة الملل. طب حتى شمي؟ ايوه، يعني بتعملك ايه يعني؟ ايه يا سهام، انتي بجد مش عارفة ده ايه؟ لا طبعا ما اعرفش. ده حشيش. حشيش؟ ايوه حشيش. وجوزك اللي جايبه لك؟ ايه يا سهام، مكبره الموضوع كده ليه؟ انا وهو اصلا بنشرب مع بعض. لا لا لا، انت اتغيرتي الظهر كده، جوازك بوظك. وانا بقول لك انا بشم، انا بحشش. اخرسي، اتجننتي ولا ايه؟ ازاي تقولي على نفسك كلام زي ده؟ بقول لك ايه، جربتي؟ هو انا اصلا بشرب سجاير؟ خلاص، يبقى ما تحكميش على الحاجه الا ما تجربيها. ده بقى اللي بيهون عليكي وبيخليكي تيوانويني، وعارفه كمان حتى الزعل بتستمتعي بيه. بقولك ايه يا سمر، انا مش بتاعت الحركات دي. طب بقولك ايه، طب ما تجربي. لا طبعا. هو ايه اللي لا؟ تعالي بس عندي الاوضه ونلف سجارتين واشربي نفسين، عجبك عجبك، ما عجبكيش خلاص ما تجربوش. يا سهام. ايوه يا سيف، انت فين؟ هتيجي امتى؟ ده انا مش هقدر اجي خالص، عندي شغل كتير وعندي استجوابات لسه ما اشتغلتش فيها. معلش يا حبيبتي، اسمعيني بس، بكره الصبح هبعت لك السواق ياخدك بدري، هعوضها لك مره تانيه.
ان شاء الله. سلام. ايوه سمر، انت فين يا بنتي؟ معاكي حركات؟ طب هاتيها وتعالي. لا لا، جوزي مش جاي الليله دي، تعالي بقى عشان نوانو انا وانتي للصبح. يلا مستنياكي. اول ما تسمع النداء طقم مدفع، كل واحد يقول نمرته وعمله على المدفع. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ما بتعديش ليه يا عسكري؟ وانا لحقت يا فندم، هنا كل شيء بسرعه. ازيك؟ فظيع فظيع. لا لا شاطر. بتضحكي على ايه بالظبط؟ على بورورم. بص بورورم. ايه اللي بيضحك يعني بورورم؟ مش فاهم. مالك يا سهام، انت النهارده مش مظبوطه ليه؟ مالي؟ انا حلوه اهو زي الفل. طب لما انت حلوه زي الفل، ايه اللي بقى بيضحكك على بورورم دي؟ الله. بتفكرني تاني. في ايه؟ اصل في جامد موت. لا ده في قديم موت، وشفناه 500 مره قبل كده. ايه اللي بيضحك؟ انت اول مره تشوفيه ولا ايه؟ لا امال ايه بتضحك على ايه؟ اصل اول مره اسرح فيه وافهمه. تخيل بقى يا سيف ان شغله الواحد في الحياه تبقى برر. تخرفي تقولي ايه بالظبط؟ انت فيكي ايه؟ تصدق انا نفسي برر. وانت انت كمان تلاقي نفسك برر ومش واخد بالك. انا برر، انا العقيد بررم الحديدي. هلا. حلو حلو حلو. لا انت النهارده مش طبيعيه. انت في ايه؟ مالك؟ قول حاجه يا حبيبي. ما فيش حاجه، اصل انا ما جاليش نوم فخدت حبايه النوم. ربنا يقول ايه؟ طب ما تنامي عادي زي الناس يعني. اصل من كتر ما نمت في السخنه اه، فجيت هنا لقيت نفسي مش عارفه انام، فقلت اعمل ايه؟ انا انت عادي. على فكره بمناسبه بقى السخنه اللي بردت دي، يعني حاك عليا انا هعوضها لك قريب. لا يا حبيبي ولا يهمك. يعني مش زعلانه؟ خالص. مش غريبه؟ ها عمر ما تزعليش كده. مش ده شغلك وده واجبك وانت بتاديه؟ انا بقى ايه زعلني؟ ما شاء الله ربنا يهديك يا رب. بس طول عمرك يعني كنت بتزعلي من اقل حاجه، كان شغلي ده بالنسبه لك عباره عن ضرتك في الحياه. كنت صغيره، دلوقتي كبرت وعقلت، لما عقلت بقيت بور. تاني هتقولي لي بورورم برضه؟ لا عظيم. طب بقول لك ايه يا استاذ بورورم؟ الله. بقول لك انا عندي شغل الصبح بدري. شكلك كبير. شكلك كبير. ماشي يلا، انا عايز اقوم انام عشان انا عندي شغل بدري. يلا. طب تزور على خير يا عكيد. سيف سيف حديد يا بورورم.